هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر، الله أكبر عليك يا ابني. الشيخ محمود الشحات أنور، الشيخ محمود الشحات أنور ملوش حل. ممكن أقول لك بطريقة أحسن كمان، ممكن مختلفة أحسن شوية. من كده؟ أنت بتقول إيه يا عم؟ كفاية تواضع يا سملوسي، هتجنني. كفاية تواضع يا سملوسي، أنت بتعمل كده إزاي يا عم؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، أنا خايف أحسده يا جدعان. قول طيب الطريقة التانية دي. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر. جينا قلنا في الآخر جبنا مقام العجم يا باشا. يا باشا لا انت ايه، من اول حته ونزداد قولها كده عجب. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. انا مستمتع مهما تسمعوا عندكم انتوا في بعد ما تشوفوا الفيديو مش هتبقوا زي انا واقف. انا هتجن، انت هتجنني يا ابني اقسم بالله يا ابني. انا عايز افتح حنجرتك دي عادي، انا بسيط خالص يعني، قريت عاديه مش بستك. عاديه ايه يا عم؟ كفايه تواضع. عاديه مين ده؟ احنا اللي عاديين. انت بسم الله ما شاء الله. لا يا عم والله العظيم يا ناس اسمعوا، يا محبينك كلنا بنحب القران، يا محبين استماع القران الكريم اسمعوا السملوسي. السملوسي رقم واحد بسم الله ما شاء الله. قول تاني يا سملوسي كده. انا مش عارف هقفلها ازاي، انا نفسي افهم هقفل الحلقه دي امتى. طب سمعنا حاجة تاني معلش. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. يا عم في يا عم هتجنني، الناس هتقول عليا عبيط. والله العظيم والله العظيم الناس هتقول عليا عبيط. يا ابني انت بسم الله ما شاء الله يا جدعان. انا بصور مع قارئ، معلش انا قبل كده كنت بصور مع مواهب، انا النهارده بصور مع قارئ للقران الكريم عملاق. عملاق ده السملوسي ده عملاق معجزه. انت عملاق يا ابني، انت مالكش حل. سمعني تاني. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الله أكبر يا جدعان، قفلوا على كل اللي حصل، قفلوا على كل اللي اتقال. 2024 مع السملوسي والأبطال، مفيش موضوع
سملوسي هتجنننا سملوسي. انا ما سمعتش كده قبل كده. قول يا سملوسي. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. الله اكبر. اذاعه القران الكريم بتحضر في كنترول كنترول اس على طول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا راجل انت راسك ابوس ها اهي. ايه الحلاوة دي يا اخي؟ يا اخي انت بص انت مالكش حل يا عم. سمعني تاني في ساعه القران الكريم. هو الكلام ده بجد ولا انت اللي بتقول كده؟ وربنا يا راجل انا ما عارف اقفل الحلقه. انا مستمتع. انا متكيف يا جدعان. انا متكيف 2024 بتاعه السملوس. اوعدكم ان شاء الله. انا عارف هو هيخترق قلوبكم. هجيبه لكم تاني الحلقه بس تجيب مليون لايك. مليون لايك ان شاء الله. وانا متاكد من دي. ده ملوش حل. ده خمه تانيه وناس تانيه. ده ومع ناس تانيه مش تبعنا. ده قول كده حاجه كمان بقى. انا عايزك تختم بقى. اختم لي بحاجه عشان الحلقه وصلت 40 دقيقه. انا عارف. اختم لي بحاجة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله. يا رب يا رب يا ابني. أنا الحلقة دي يا جدعان لو ما قفلتش الدنيا انا ممكن احذف القناه. اقول كده خلاص. اشك في قدره الناس العظيمه اللي عندي على القناه. يا جدعان انا بستنجدكم. بقول لكم تعالوا اسمعوا الحلقه دي. اول مره اطلب منكم الحلقه دي. رهيبه. الصوت ده رهيب والله العظيم. انا واقف ما عارف اقفل الحلقه. انا هقفل الحلقه بس هجيبه لكم تاني. بس الحلقه دي توصل مليون لايك ان شاء الله. ان شاء الله. وعد بالله عليك تيجي معانا. انا ربنا ان شاء الله توصل. تواضع معانا ان شاء الله. معلش تعالى على نفسك. بالله مع بعض اهو واحد. احنا احمد السملوسي. احمد رضا السملوسي. انا عمري ما هنسى الاسم ده يا جدعان. احمد رضا السملوسي. المفروض يا ابني انت الساعه بتاعتك بفلوس. انت مالكش حل بجد والله العظيم. ولا ألف مغني ياخد جنبك جني. انت المفروض تاخد مليون. اقسم بالله. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يحفظك ويبعد عنك اخر عين. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.